في المجالات بعدا اللي تيشتغلوا فيها. اما تنتكروا على السي كمال بن خالد راه تنتكروا على واحد اسره عريقه في الصناعه والمسار في المجال. يعني تنتكروا على السي البلوتي راه واحد المسار كبير في الخدمات. ملي تنتكروا على السي الصمد العكاري راه من المؤسسين ديال مجموعات الجمعيات اللي حلات مشاكل الاسواق على مستوى مراكش. راه ماشي مشينا هاد الناس غير عمرنا بهم وجبناهم في التجمع. هاد الخبره ديالهم في الاصناف اللي هما فيها من طبيعه الحال كتعطيهم واحد القوه لتحقيق البرنامج ديال حزب التجمع الوطني للاحرار في هاد المجال. والحمد لله حنا عندنا ثقه كبيره في هاد اللوائح. وبالمناسبه تلتمس ونجيب بالمنتسبين لهاد الاصناف انهم يصوتوا على هاد الناس ويثقوا فيهم وما غنخليهمش بوحدهم، لان هذا هو الفرق. حنا كتجمع وطن الاحرار اليوم هذاك المرشح اللي رشحناه الناس راه ما غنخليهوش بوحدو، راه غيشتغل مع واحد الطاقم اللي غادي يأزرو وغادي يكون تكوين وغادي يمدو بالافكار، وهذا هو الصناعه اليوم.